شرعيا، زي ما عمل الشافعي مع مالك. تعرفين الشافعي كان في بغداد وألف المذهب القديم. الشافعي عنده القديم والإيه والجديد. المذهب القديم ألفه في بغداد، ولما جاء إلى مصر قعد بقى القواعد وكتب الكتب وأملى الكتب والكلام ده، وبقى مذهبه إيه المذهب الجديد المعتمد اللي هو كلام الشافعي في مصر. مصر كانت مالكية، كان فيها محمد بن علي عبد الله بن الحكم، وكان فيها أشهب بن عبد العزيز، وكان فيها جماعة من المالكية الفطاحل يعني، والشافعي يشاركهم في التلمذة على مالك، لكن هؤلاء تبعوا مالكا في اختياراته. أما الشافعي فهو مجتهد مطلق، كان يأخذ كلام من تقدمه من العلماء ويعرضه على الأصول ويعرضه على عقله وعلى فهمه والكلام ده، فيخالفه في أشياء. فلما علم المالكية أن الشافعية نزل إلى مصر تجهموا في وجهه، قابلوه كالشرين، إيه اللي جابك؟ فالشافعي لماح، لمح كده الكراهية في وجوه أقرانه من الذين أخذوا على مالك، فأم رايح دخل داره وأم قافل على نفسه الباب. أسبوع أسبوعين ثلاثة، قال فين الشافعي؟ فذهب تلامذة الشافعي قالوا أنت إيه اللي مقعدك؟ قال والله أنا أخشى، يقولون يعني ذهب جاء ليطغى بفقهه على فقه مالك ومش عارف إيه الكلام ده. حتى أن أشهب بن عبد العزيز كان بيدعي عليه في صلاة في سجوده، وأشهب هذا من فضلاء العلماء، كان وهو ساجد يقول اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك، واخد بالك؟ يعني حتى الشافعي له أبيات في هذا، تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى مثلها فكأنقدي. إذا أنا مت تهيأ أنت كمان، ما روحك وراي على طول. ها، وسبحان الله مات الشافعي، ومات بعده أشهب بثمانية عشر يوم، يعني ما لحقش، يعني كله ايه كله ورا بعض، وانت بتدعي عليه بالموت والمدة وكلنا هنموت.